السلام عليكم، أنا الطالبة فاطمة رمزي من مدرسة النظر الخاصة الصف الرابع واحد. سنتحدث اليوم عن اليوم العالمي للقلب، والذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام. وما دمنا لليوم العالمي للقلب، ويجب علينا أن كيف نحافظ على قلوبنا. ومن أهم النصائح للمحافظة على صحة القلب الامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة من 30 إلى 60 دقيقة يوميا على الأقل. ويجب علينا اتباع غذاء مفيد لصحة القلب والمحافظة على وزن صحي. وكما يجب علينا الحصول على نوم جيد، التعامل مع التوتر بطريقة صحيحة، وفوق كل ذلك علينا إجراء فحوصات متنظمة معا لتكون قلوبنا صحية. وكانت معكم الطالبة فاطمة رمزي من مدرسة النصر الخاصة الصف الرابع واحد، وتحت إشراف المعلمة صبر أبلة الرياضة.